وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس عبد الهادي بن شبراك، أحد كوادر الهيئة العامة لحماية البيئة. مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. أهلا بك أستاذ فهمي. يعني إلى أين وصل الخطر الآن؟ يعني لنا فترة كبيرة يعني نناقش مثل هذا الموضوع، وهناك العديد من المناشدات والتقارير والمطالبات يعني بإرسال فريق أممي لمعاينة هذه السفينة. والله الموضوع هذا أخذ أكثر من وقته الحقيقة، يعني أخذ وقت طويل، ولا بد أن يكون فيه تحرك سريع في الفترة القادمة. لا أدري متى سيكون التحرك في هذا الاتجاه. الكارثة وشيكة الحقيقة، والكارثة المتوقعة كبيرة جدا، وآثارها ستظل لسنين طويلة. فلا بد من التدخل السريع والعاجل جدا. نعم، التدخل السريع كيف يكون يعني شكله في خلال هذه الفترة؟ يعني كيف يمكن إنقاذ ما يتم إنقاذه؟ هل بتفريغ السفينة من حمولتها أولا ومن ثم صيانتها، أم يعني من المتاح أن يتم صيانتها والنفط يعني بداخلها؟ والله تحديد هذه الامور هي امور فنيه يجب ان يقرر فيها المهندسين الحقيقه، لكن المنطق يقول ان تفريغ السفينه هو الاجراء الاساسي الذي يجب ان يتم باسرع وقت. المنطق هذا الذي يقوله المنطق. اما موضوع الصيانه فلا بد ان تتم بعد التفريغ. اي خلل او اي مشكله قد تحصل اثناء الصيانه فتتسبب بكارثه، لا نستطيع تحمل هذه الكارثة. نعم، الكارثة لن تصيب اليمن كما تحدث الكثيرون، يعني الدول المطلة على البحر الأحمر كلها يعني سينالها النصيب الأوفر من يعني تشويه البيئة البحرية. إلى أي مدى الخطر يعني قادم على البحر الأحمر بشكل عام؟ البحر الأحمر وتلوث البحر الأحمر أمر مفروغ منه. آخر التقارير تشير إلى أن البحر العربي أيضا وخليج عدن سيطاله التلوث، سيطاله بحكم حركة التيارات، التيارات البحرية، سيتم نقل بقعة الزيت إلى أطراف، إلى عموم الساحل اليمني حتى في خليج عدن والبحر العربي، ويمكن وصولا إلى سلطنة عمان. نعم، جزيل الشكر لك باشمهندس فهمي عبد الهادي بن شبراك، شكرا جزيلا لك.